شرف لينا. احنا عايزين تحكي لنا كده، بدأت ازاي ان انت تتجه ناحية الفريلانسنج او العمل الحر؟ ايه اللي دفعك انك تروح للحتة دي؟ هي جت، كنت لسه بتكلم مع باشمهندس كرولوس امبارح، انها جت صدفة. يعني انا خريج كلية صيدلة، كنت شغال في فارماسيوتيكال فيلد بقالي 7 أو 8 سنين، وبعدين اضطريت انقل الشغل بتاعي، فكنت جرب العمل الحر كباكت بلان، يعني بلان بي جنب شغلي يعني. وقد كان يعني الشغل اللي انا رحت له ما ارتحتش فيه، فكملت في بلان بي اللي هو العمل الحر. بقالي دلوقتي حوالي 5 سنين فول تايم فريلانسر، او كل اللي بعمله ان انا بشتغل في العمل الحر على احد المنصات. طيب بدات ازاي؟ احكي لنا. انت كنت صيدله ورحت يعني جرافيكس، فالنقله دي بداتها ازاي؟ انا كنت في مجال شغلي بشركات الادويه، كنت بشتغل برزنتيشن ديزاينر او بشتغل ميديكال ريب، بس كنت بعمل برزنتيشن في مجال شغلي، في مجال السيلز يعني، كنت بعمل تشارتس وسيلز اناليسز وكلام كده. فكان عندي شويه اكسبيرينس في مجال البرزنتيشنز، كمان كنت بشتغل على برنامج تاني اسمه كريزي. فلما ابتديت اشتغل في العمل الحر او افكر فيه، يعني ده اول حاجه ابتديت بيها كنت بعرف اعملها، اللي هو الباوربوينت ديزاين او البرزنتيشن ديزاين جنب الكريزي. ما خفتش يا استاذ اندرو لما جيت تاخد الخطوه دي؟ يعني انت كنت ميديك، ما خفتش لما جيت تاخد الخطوه دي؟ انت كنت ميديكال ريب، والميديكال ريب بيبقى في شركه وبيقبض كويس، واحيانا بيكون ليه عربيه وتامينات والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي. ما خفتش لما جيت تاخد الخطوه انك تسيب كل ده وتتجه للعمل الحر؟ انت عندك حق طبعا، هو الموضوع يخوف، بس زي ما قلت انها ما جاتش قرار كده. يعني انا زي ما قلت، انا كنت كده كده برايح شركه ثانيه غير اللي انا كنت فيها. كنت عندي حسابي ان انا يعني ما ارتاحش في الشركه اللي انا رايح لها دي. فسبتها على اساس ان انا ما ارتاحش في الشركه الجديده اللي انا رايح لها، هي جت كده. لكن طبعا ما ارتحتش في القرار قبل ان انا اوت نو وير ان انا اسيب شغلي واروح في مجال الجرافيك ديزاين. والتحديات اللي ممكن تكون بتواجهها في مجالك كعمل حر ايه هي؟ بص، التحديات كتير اكشلي. يعني يمكن اول حاجه ان انا عشان مش بشتغل مع كلاينت واحد، انت بتشتغل مع عملاء كتير من كل حته في العالم. صحيح. فدايما عندك التحدي ان انت ترضي العميل ده، ان انت تفهم الشغلانه اللي جايه لك، وان انت تفكر دايما ازاي ترضيه وازاي تخدمه قبل ما ازاي تكسب منه. فده يمكن التحدي الاكبر في اي شغلانه، ان انت مش شغال على حاجه برتم واحد بتصحى بتنام وتصحى تعملها كل يوم. ده انت كل يوم بتقابل عميل مختلف بطبع مختلف بتفكير مختلف ومتطلبات مختلفه للبروجكت بتاعه. فاكبر تحدي ان انت ازاي تقدم خدمه متكامله للراجل اللي جاي يوقف فيك وهتعمل له حاجه ترضيه. وكمان بعد ما بتخلص البروجكت، العميل ده بيكتب لك فيدباك، بيكتب لك كومنت على البروفايل بتاعك. صح. او على انت ليك على المنصه يعني زي بروفايل كذا بتاع الفيسبوك. فبيكتب لك فيدباك، فانت برضه كنت عندك تحدي ان انت بعد ما تخلص كل شغلانه لازم تاخد فيدباك كويس، لان ده هيساعدك تاخد شغلانات ثانيه بعد كده. طب خليني اسالك، انت بتشتغل على المنصات الدوليه بس ولا كمان جربت تشتغل على المنصات المصريه؟ لا، بشتغل على المنصات الدوليه بس. ده علشان المقابل المادي نقدر نقول ان هو بيكون افضل، ولا ايه الاسباب اللي خلتك تشتغل على المنصات دي؟ انت بتتكلمي صح، المقابل المادي طبعا افضل في المنصات الدوليه، لان هم في دول ثانيه اجنبيه في فرق عمله، فده طبعا المقابل المادي احسن. غير ان انا لما ابتديت من 5 سنين ما كانش المنصات العربيه او المصريه ليها شهره ساعتها، يعني كان اللي متاح هو المنصات الاجنبيه. تمام، احنا بنشكرك يا اندرو، وبنتمنى لك يعني مزيد من التقدم والتفوق، وهو يعني نموذج من الفريلانسرز او اللي بيشتغلوا في مجال العمل الحر. تجربه حيه، يعني حد كان بيشتغل صيدلي وساب كل الضمانات اللي احنا متعودين عليها، في يعني دكتور مهندس كل اللي احنا متعودين عليه، واشتغل في مجال جديد وهو الجرافيكس اونلاين او على منصات العمل الحر. بنشكرك على مداخلتك معنا.